السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين قناة الخط الساخن، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. اليوم عندنا حلقة جديدة، عندنا حلقة سهلة. في بعض الناس كتبت لي في التعليقات لو هو جايب كلب جديد يبغى يعلمه أمر كم. أنا هقول لكم على الطريقة اللي أنا شغال فيها مع الكلاب عندي، كيف أقول لهم أمر كم. طريقة سهلة ولها فوائد أنا ممكن أستخدمها برا في الشارع كمان، لو فلت علي الكلب أو جرى علي الكلب هعمله الطريقة هذه هيرجع لي على طول. أنا الآن لما أجيب أي كلب جديد، لو لاحظتوا معايا سواء كبير أو صغير، لما أعلمه على كلمة كم أكون المكافأة بيدي. دهن أنتم مالكم واقفين؟ طب انتوا روح هناك عشان اعرف اناديكم. بس بس والله لا احبسكم الاثنين، اهدوا اهدوا. طبعا هم الان الان ما عندي انا اي مكافاه ولا اي حاجه، اهو هم الاثنين يلفوا حواليني. خلينا نتكلم على نقطه بسيطه قبل امر كم، قبل ما نشتغل بالامر. اغلب الناس تقول ليش الكلاب عندك ما تشرد، يعني مثلا يجلس طول الوقت هو حوالينك وكده. لاني انا طول الوقت ما احبسهم، انا طول الوقت سايب لهم البوكس مفتوح وكل حاجه مفتوح وسايبهم براحتهم يلعبوا زي ما هم يبغوا. وقت الشمس هو يبغى يخش هو يتضلل ويظبط نفسه، ما عدا في الصيف انا كنت اركز معاهم كثير على اساس الشمس بس لا تضربهم، لكن في الشتاء كنت سايبهم براحتهم. كل واحد يبغى يتشمس يبغى يخش هو، انا سايبه هو زي ما يبغى براحته. فعشان كده لما اجي انا هنا تلاقيهم هم يتلموا حواليني، يبغوا يلعبوا، يبغوا حركه، يبغوا يخرجوا، نفس اللي كل مره. شوفوا الان اهو، يلا عشان نبدا. يلا واحد فيكم كله ست. الطريقه اللي هقول لكم عليها على امر كم سهله جدا. انا هنا معودهم طول ما انا واقف ما اعطيهم مكافاه، يعني طول ما انا مثلا قلت له كم ما راح اعطيه مكافاه طول ما انا واقف، حتى لو ناديته كم ما راح اعطي له حاجه. انا معلمهم اني انا لو جلست هعطيه مكافاه على طول، يعني لو جلست وناديته هيعرف انه في يدي حاجه انا اعطي له اياها. الان انا يدي فاضيه اهي. بطيخة قوم شوف لك أي مكان، قوم 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 روح هناك. شوفوا بطيخة أول ما أجلس إيش حيسوي؟ ما عندي شيء. كده الكاميرا واضحة كم؟ لاحظوا أهو الاثنين اجتمعوا، عرفوا إنه في مكافأة أو في حاجة أنا ممكن أعطيهم إياها. أهم دائما عود نفسك لما تيجي تعطيه مكافأة اجلس، اول ما تقعد هيعرف انه في مكافاه هتعطي له. هذه هتفيدك متى؟ لا تقول لي انك تبغى تعلمه، نو انك تبغى تعلمه كم من غير مكافآت ما راح تزبط معاك، لازم مكافاه عشان يعرف يجي لك. انا هذه الطريقه استفيد منها متى؟ في الشارع كمان. لو انا الكلب فلت علي في الشارع سواء هيرو سواء جاك سواء ليلي اي كلب بصفة عامة، فصرت ايش اسوي؟ احيانا اخلي هيرو يشرد مثلا في مكان مفتوح وابغى هيرو عشان اعلمه تعال هنا جاك، اروح قاعد يجوني زي الصاروخ، يعرف انه انا في حاجة هيعطيني ايه انا هعطي له اياها دحين، فتلاقيه على طول يجي عندي ايه جري. فهذه دائما عود نفسك لما تقول للكلب كم انك تقعد عشان يعرف انه في حاجة انت هتعطي له اياها. احنا بصفة عامة لما نصرخ على الكلب او زعلانين او سوى الكلب غلط او شيء نصرخ عليها ونقول له كم واحنا واقفين، صح ولا لا؟ فتلاقيه ما راح يجي لك، لكن طول ما انت على طول جلست وقلت له كم هيجي. قفل الباب قفل الباب قفل الباب. طول ما انت قلت له كم وانت جالس هو عارف انك انت ايه هتدي له ايه مكافأة. شوفوا دحين هي ليلي راحت هناك، راحت عند القفص اهو، انا جلست ليلي كم اهي جات زي الصاروخ عارفة انه في مكافأة ايه هتاخدها. شوفوا جاك يدف ليلي ما يبغاني العب مع ليلي، شايفين؟ هم عارفين اني انا وقت التمرين او وقت التصوير
هو ده وقت المكافآت اللي ياخدوها ويحصلوا عليها. ما أعطيهم مكافآت كثير إلا لما أنا أخذ منهم أشياء، أخذ منهم مقابل. طول ما أنا بعطيله بيعمل لي حاجة، أنا أعطيله مقابل للحاجة دي اللي هو عملها. طول ما هو أخطأ أو ما عمل لي حاجة، استحالة أني أنا أعطيله إيه، أعطيله مكافأة. شوفوا جاك الآن يدف ليلي، شوفوا يدف ليلي، ما يبغاها تقرب مني، وليلي تبى تلعب، وده ما يبغاها تقرب، وما عرفنا إيش نبغى منكم. فأنت أي كلب جديد جبته معاك، اشتريته جديد، كبير صغير، لاحظين جاك زمان ما يعرف كلمة كم، وعلمناه إياها وفي فيديو لها كمان، لازم مكافأة في يدك، وحاول قد ما تقدر إن المكافأة تنزل وتديله المكافأة عشان يعرف إن أنت في حاجة بتعطيله إياها، بحيث إن أنت لو في الشارع تنزل له زي كده، حتى لو ما في يدك شيء يعرف انه في شيء انت هتديله اياه. لاحظوا الان اول ما انزل انا يقعدوا يطلوا في يدي، صح ولا لا؟ هم انا معودهم انه لما تيجي ايه انا جالس زي كده، يعني انا في حاجه انا ممكن اعطي لك اياها. في عندنا حلقات سابقه كثير، حمام الكلاب، تدريب الكلاب على جميع انواع الاوامر، ممكن تلاقيها في القناه. اي حاجه او اي امر تبغى اكتب لي في التعليقات. هذا الفيديو انا عملته لاحد الاشخاص المشتركين، طلب يتعلم امر كم مو عارف يضبطه مع الكلب اللي عنده، وهذا الامر سوينا لكم اياه. اي امر تحتاجوه في اي حاجه ممكن نحن نعمله مع بعض. كده خلصنا نهايه حلقه اليوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. استنى طيب، ومع السلامه.